بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موضوع درس اليوم هو مراجعة سريعة لقاعدة إنا وأخواتها وكانا وأخواتها وحذف ألف ما الاستفهامية. أرجو الانتباه. في البداية، إنا وأخواتها هي من الحروف الناسخة، حروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. نقصد بالجملة الاسمية الجملة التي تتكون من مبتدأ وخبر. مثال على جملة اسمية: الطقس بارد. هنا نلاحظ أن إعراب الطقس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بارد خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، مبتدأ وخبر. لاحظ هنا أن المبتدأ مرفوع والخبر كذلك. والآن عندما نقوم بإدخال إنا أو إحدى أخواتها على الجملة، لاحظ معي التغيير الذي يطرأ على الجملة. أصبحت إن الطقس بارد. لاحظ التغيير. ما إعراب جملة إن الطقس بارد؟ وإذا سألنا لماذا تحولت حركة الطقس من الرفع إلى النصب؟ الجواب: بسبب دخول الحرف الناسخ إن على الجملة. عندما دخل الحرف الناسخ على الجملة أحدث تغيير كامل، فأصبح المبتدأ منصوب وبقي الخبر مرفوع. إذن ما إعراب الجملة؟ إن حرف توكيد ونصب، الطقس، الطقس اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بارد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. هناك دلالات ومعاني للحروف الناسخة لنطلع عليها. إن حرف توكيد يأتي في أول الجملة فقط، لا يسبقه أي شيء. أن أيضا حرف توكيد ونصب، ولكن يأتي في وسط الجملة ومن الممكن أن يسبقه كلام. ليت حرف يفيد التمني، كأن نقول مثلا ليت العطلة طويلة. كأن حرف يفيد التشبيه، أي نشبه شيء بشيء آخر. مثلا مثال على كأن: كأن الرجل أسد. لعل حرف يفيد الترجي، مثلا جملة لعل الامتحان سهل. لكن حرف يفيد الاستدراك، كأن نقول الامتحان سهل لكن الوقت قصير. والآن سننتقل لقاعدة كانا وأخواتها. من أخوات كان: أصبح، أمسى، صار، ليس، ظل، بات. أيضا كان أو أخواتها يدخلنا على الجملة الإسمية. ما التغيير الذي يحصل عند دخول كان أو إحدى أخواتها على الجملة؟ يقول: إذا دخلت على الجملة كان أو إحدى أخواتها، هنا العكس، يبقى المبتدأ مرفوع ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ما إعراب حروف كان وأخواتها؟ دائما إعراب كان وأخواتها فعل ماضي ناقص، وسنذكر سبب تسميتها بالناقصة، لماذا سميت أفعال ناقصة. مثلا الجو لطيف. نلاحظ هذه الجملة تتكون من مبتدأ وخبر. سنلاحظ التغيير على الجملة
عند إدخال كان أو إحدى أخواتها عليها. بعد إدخال أخوات كان عليها أصبحت بهذا الشكل، أصبح الجو لطيفا. كما نلاحظ المبتدأ أي اسم أصبح بقي كما هو مرفوع بالضمة. لطيفا، لاحظ التغيير الذي جرى على الكلمة، تحول من حالة الرفع لحالة النصب. إذا سألنا ما سبب تحويل حركة لطيفا من الرفع إلى النصب، الجواب بسبب دخول إحدى أخوات كان على الجملة. إذا سألنا سؤال آخر، ما إعراب هذه الجملة أصبح الجو لطيفا؟ قلنا أصبح فعل ماضي ناقص، الجو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لطيفا هو خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. سؤال: لماذا سميت كان وإحدى أخواتها بالأفعال الناقصة؟ ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ لأنها بعكس الأفعال الأخرى أي الماضي والمضارع والأمر، فهذه الأفعال لا تأخذ فاعلا ولا مفعولا، مثل أن نقول أكل أحمد التفاحة، يوجد فعل ويوجد فاعل ويوجد مفعول. هذه الأفعال لا تأخذ إلا اسما وخبرا وتلغي عمل المبتدأ أو الخبر، يعني يتحول من النصب إلى الرفع كما رأينا في الخبر هنا كيف تحول من الرفع إلى النصب. هنا أصبح أخذت فقط اسما وخبرا ولم تأخذ فاعلا ومفعولا، فهذا سبب تسميتها بالناقصة. ثالثا، حذف ألف ما الاستفهامية. وردت معنا هذه القاعدة في الفصل الأول. ما المقصود بحذف ألف ما الاستفهامية؟ تحذف الألف من ما الاستفهامية إذا اتصل بها أحد حروف الجر التالية: من، إلى، عن، على، اللام، والباء. المقصود بألف ما الاستفهامية هي هذه الألف المتصلة بما. عندما يتصل بها أحد حروف الجر نقوم بحذف الألف من ما وينوب عن الألف الفتحة، مثلا اللام زائد ما تصبح لما، الباء زائد ما تصبح بما، حرف الفي زائد ما تصبح فيما، على زائد ما تصبح علامة، تتحول الألف من مقصورة إلى ممدودة بهذا الشكل، إلى زائد ما تصبح إلامة، أيضا تتحول من الألف المقصورة إلى الممدودة بهذا الشكل، عم زائد ما تصبح عم ما، من زائد ما تصبح مما.